في كواليس الجلسات النيابية ما التقى نائبان إلا وكان الوضع الاقتصادي ثالثهما. وفي سوق التشريع سألنا عن سعر صرف الليرة، فجاءت بورصة ممثلي الشعب بعيدة جداً من السعر الرسمي. المئة دولار 200,000، 180,000، فعم شوف كتير فروقات. أنت صرفت الشيء قدي صرفتي؟ أنا ما عم صرف، عم جرب حد من النفقات. دولار بالبنوك 1517، ومنعرف أنه بالسيارة عم يستعملوا غير سعر 1600، 1700، وقت عم نوصل 2000 بالألفين وشي، يعني هالشي من ساعة لساعة عم بغير. 200,000، 220,000، هيك عم بسمع. مثل ما فهمت امبارح جرب حدا ب 2200 ملاقي. ما في دولار. أيام اللي الحرب كان في دولار، أيام اللي وصل الدولار ل 2800، 2900 كان في دولار، اليوم ما في دولار. هيدي مستوى آخر من المشكلة ومن الأزمة. كل ما بنتأخر أكثر بتشكيل حكومة من الأخصائيين، كل ما المشاكل رح تزيد مش رح تنقص. وكأن سعر الصرف الرسمي قد بات قناعا يحاول فيه البعض غض الطرف عن سعر السوق، قناع يلبسه كثيرون في عيد البربارة، فمن يضعه اليوم من السياسيين؟ ما قصة أقنعة، قصة خليني أقول إنكار لما يحصل في هذا البلد. وبالتالي أنا برأيي في كتير من الطبقة السياسية بالأكترية هي بحالة إنكار. كل من هو يعرقل اليوم تأليف حكومة وإنقاذ البلد، وكل ما هو ينكر وجود الناس بالشارع وصوتهم، هو اليوم عم يلبس هذا القناع. كتار ما عندي اسم واحد، في كتار. لسوء الحظ عنا قيادات عم تلعب على الوقت، مش عارف انه كل ثانية بيتحملوا مسؤولية الدمار والانهيار اللي وصلن له. اذا بدك تلبس اليوم وجه عن جد هيك معبر للمرحلة، اي وجه بتلبس بالعيد؟ برجع لصور قديمة إذا بدك، أيام الحروب العالمية الأولى والثانية، المجاعة، لأنه الوضع منه أبداً سليم. كله لابس أقنعة مع الأسف. مشهد تقاذف الأقنعة مستمر بين الأطراف السياسية التي لبست قناع المصالحة حيناً وخلعته أحياناً، وفي المقابل المواطنون خلعوا كل أقنعتهم في شارع الانتفاضة. ليال بوموسى، قناة الجديد.